إذا قيل لك من وقع في الشرك من حيث لا يقصد أينكر عليه؟ فقل نعم ينكر عليه، ولو كان حسن النية ولو كان في جهاد، فيجب أن ينكر الشرك بالله ويجب أن تنكر البدع. والدليل حديث أبي واقد، هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة حنين، ولما قالوا كما عند الترمذي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يسكت صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أنكر عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما يقال الآن ويشاع ويذاع من بعض قليل العلم من أنه لا ينكر على أهل الأهواء، لنتفق سويا، وليجتمع من يجتمع من أهل الفرق الضالة وأهل الأهواء مع أهل السنة، وليكونوا يدا واحدة وصفا واحدة دون أن ينكر عليهم ودون أن يصف المنهج. فهذا لا يقوله طويلب علم فضلا عن طالب علم، بل لا يقوله مسلم فضلا عن طويلب علم فضلا عن طالب علم فضلا عن من يقول أو يقال إنه عالم.